صباح النور، مرحبا بكم. منتخبنا الوطني التونسي تجاوز المقابلة الأولى من منتخب ناميبيا وقاعد يحضر المقابلة الثانية، مقابلة مهمة ضد منتخب مالي. كما قلنا بدأت التحضيرات، بدأت التمارين للمقابلة داخل عن مطلع على أجواء منتخبنا الوطني التونسي، شفما صحيح شفما غلط. نعرفوا كي تبدأ فما هزيمة برشا أخبار تولي تخرج، إشاعات وأخبار صحيحة ما نعرفوش شنو فما بالضبط، لكن باش ناخذوا الصحيح من الغلط. وكل الأخبار نتاع المنتخب الوطني التونسي، كل ما يهم منتخبنا الوطني مباشرة من كورغو مع مبعوث موزايك الخاص أحمد عدالة. صباح النور أحمد. صباح النور اسكندر، صباح النور لكل مستمعينا في راديو موزايك فام واللي يشاهدوا فينا توا صوتا وصورة على سبور باي موزايك ولا على موزايك فام. منتخبنا الوطني التونسي واصل كما قلت تحذيراته للمباراة الهامة والثانية الحاسمة أيضا بالنسبة لنا احنا ضد المنتخب المالي. منتخبنا عمل البارح حصة تدريبية كانت مفتوحة للإعلاميين وكانت فيها تصريحات تلقاها الكل على صفحتنا موزايك فام ولا سبور باي موزايك، وزاد شهدت مشاركة كل اللاعبين باستثناء طاهر سي الخميسي اللي كان غادر مقر التربص. اللاعبين كل جاهزين الحقيقة، واضح اللي تم برشا تأثر بعد المباراة، واضح زاد اللي تم الاجتماع اللي كان عمله رئيس الجامعة التونسية اللي كنت قدم معلم اللاعبين، كان اجتماع سخون شوية الحقيقة، صار في برشا حاجات حملهم مسؤوليات وكلام كبير قال قد يكون جارح قد يكون مش مستفز، ولكن يسوق دو موتيفاسيون اللي هما على خاطر فهمهم رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم اللي صار فضيحة وحاجة مخجلة برشا، ومش هذا اللي تستنى فيه التوانسة من لاعبي المنتخب الوطني التونسي خاصة كانوا يحملوا قميص المنتخب الوطني التونسي. هذا الكل متفاهمين فيه، فما كلام على نقولوا خلافات داخل الإطار الفني للمنتخب الوطني التونسي، فما كلام على خلافات داخل المكتب الجامعي وأعضاء المكتب الجامعي الموجودين غاديكا في كوروغو. أنت باش تعطينا صحيح من غلط، زاد كيف نحبوا نفهموا بعد هذا الكل، بعد الاجتماعات، بعد الديسكور، بعد الكلام اللي تقال، هل تحس أنه تم تجاوز الهزيمة على الأقل من الناحية الذهنية؟ شفت الملعبية قدامك يترنا وشفت الأجواء بحذاك، أنت نقول لك أقرب منا الناس الكل، نعرفش تم تجاوز الهزيمة الأولى الفضيحة اللي تحكي عليها أنت؟ هو نبدأ بالموضوع خلنا نرجع للملعبية ساعة، هل تجاوز الهزيمة المخجلة والفضيحة ضد المنتخب الناميبي؟ على وجوه الملعبية ثم برشا كونسنتراسيون، ثم تنسيون ظاهرة شوية، ثم شعور بالمسؤولية حتى في الديكلاراسيون تاعهم كي نسوا على العبد ونقولوا عندك فكرة على الحزن اللي تسببتوا فيه للجماهير التونسية، يقول لك صحيح ورانا متأثرين و و و وغيره. نتصور كلهم يعدوا برياكسيون، إن شاء الله الرياكسيون هذه تصير في ماتش مالي. الحقيقة زادة في خمسة ثواني سكاندر من خلال متابعتنا الناس الكل لمنتخب الوطني التونسي، نعرفوا اللي ديما مش نقول ضد المنتخبات الصغيرة في كرة القدم تكون نمشيو في النسق نتاعهم ونطيحوا معاهم، ضد المنتخبات الكبيرة نطلعوا شوية، مالي يعتبروا منتخبات كبيرة إن شاء الله نكونوا في المستوى. السؤال الثاني سكاندر سألتني عليه على شنو سألتني على الخلافات داخل المكتب الجامعي وداخل الإطار الفني، خلينا نبداو بالإطار بالمكتب الجامعي. سألنا مدير المنتخبات الوطنية والعضو الجامعي حسين زنايح بالطبيعة قال لا ما ثم حد شيء، وكان جات ثم راهي موزايك عديتها وراهي موزايك في بالها. هو باش يقول لا بيان سور، ما نجمش يقول لك ما موزايك شنو قال، لكن المعلومات اللي عندي لا ما ثماش خلاف في وسط الاعضاء ما بين اعضاء المكتب الجامعي، بالعكس يمكن نجم نستعمل كلمه ثم شويه هكا ديما واحد اثنين في كل مجموعه يكونوا مش قراب برشا للناس الكل، ثم شويه هكا شعور بالمسؤوليه المره هذه قربوا لبعضهم أكثر. بالنسبة لمراج حول خلافات في وسط الإطار الفني كنا حكينا عليها البارح قبل حتى ما تصير الضجة هذية اللي صارت البارح في الليل، على أساس كونه ثم سليم بن عاشور وجلال القادري صار خلاف ما بيناتهم، لا وكنا أكدنا ما ثم حتى خلاف أصلا، هو الموضوع تطرح على أساس كونه بعد الماتش صار خلاف، هما بعد الماتش باش ندخل في الكواليس أكثر كي طلعوا في البيوت، مازالوا كي طلعوا في البيس ما كنتش حتى درجين ربع ساعة جاهم المساج خاطر عندهم ان جروب يخدموا عليه، راهو عندكم رينيو مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم، دونك الناس الكل دخلت في التفكير في الاجتماع هذاك، ما صار حتى شيء لا بين جلال القادر وسيم بن عاشور لانيس بوسعايدي لعلي بومنيجي، الموضوع هذا ما فماش منه بالكل سكان. خلينا نسكر معك موضوع على تساكر، بعض حبايب المنتخب الوطني التونسي قاعدة تتساءل كيفاش نجم تكون موجودة في الماتش هذا، فما تساكر تتباع، فما تساكر ما زالت موجودة على ذمة الأحباء تاع المنتخب الوطني التونسي ولا لا، وخاصة أنه تحكي أنه ما نعرفش عمدة معتمد مسؤول من مدينة كوروغو غاديكا قال لكم تفضلوا البيبان محلولة راهو دخول بلاش في ماتش تونس ومالي.
هو اسكندر العمليه الكل تجي في اطار صراع داخلي زاده هنا فما صراع باركونت هذا نجم نحكيو عليه اللجنه المنظمه لكاس افريقيا الامم اللي هي تابعه الكاف والعماده البلديه ما عادش نسميوها لهنا مسؤولين في مدينه كوروغو قدموا واخروا اختاروا قالوا خويا راهو الماتش واش تولي بلاش الوغ كوروغو ما عندهاش المشكل نتاع حضور جماهير لانه قريبه برشا المالي وديجا برشا جماهير ماليه موجود كي اتخذ القرار هذا اصلا هو ما ينجموش يوافقوا عليه على خاطر اول حاجه حمايه للملعب والجماهير اللي بيجي الملعب تعرف انت كان تقول لهم بلاش والاستاد يهز 20 توالي 60000 ثاني حاجه الاتحاد الافريقي لكره القدم بعدها بالضبط خرج كومينيكي قال راهو مش الموضوع تسكر راهو تحت سيطرة الاتحاد الافريقي لكرة القدم والكوكان يعني هذا ماهوش باش يصير تسكر ثم دي كاتيجوري مازالو ثم دي كاتيجوري لا التوانسه اللي جايين من ابيجان ثم اون سورت دو موتيفاسيون حتى اللي نهار الاول في غش باش نبيعوا تسكرنا وغيره وريت نقرا في المساجات تاع سوليداريتي ودعم ومسانده للمنتخب الوطني التونسي ان شاء الله باش يكونوا في الموعد وباش يكون العدد باهي ان شاء الله دونك ما نتصورش اللي باش يصير مشكل في الموضوع هذا ان شاء الله بالله سؤال في 10 ثواني اللي زيفواريان غاديك الموجودين معانا ولا مع مالي تحسهم معانا نعرفش ما يكونش عندنا دعم هكا إيفواري شوية في المدارج نعمل شوية كيليبر باش نعطيك لقطة تلخص كل في 10 ثواني ثم سيبورتير إيفواريان دخل ماتش مالي ماتش مالي ولا أفريق دي سود كي الأفريق دي سود جات يظهر لي بينالتي ولا حاجة كي ماتش يعيط وقام وشيخ وفرحان وصفق معاهم كي مالي ماركاتي يعيط وشيخ وصفق معاهم دونك هما بالنسبة لهم هما الحفلة اللافات الشيخه هذه كانت يحضر ماتش كره في كوروغو مش كل يوم بيجيهم بالجيب ناسيونال يلعبون هنا لا مع هذا لا مع هذا هما مع الجو ومع الخبز الباهي في كره القدم مش خبز يا خويا يا خويا ان شاء الله ربي يقدر كان الخير وان شاء الله ما فما كان الخير خمسه ثواني راهو شعب يتحب في ساعه وشعب محليه وناس محليهم لهنا ولا حسيناك انت بيدك اندمجتم على جواء غديك قبيله في الكواليس قلت لك انا قام روحت لكن ان شاء الله يا ربي متروح في مع مع, مع, مع اخر مقابله يسلموا عليك صغارك والعائله الكل يسلموا عليك احمد بتيتر هما يخطوا عليك غديك بما انك حبيت البلاد وحبوك غديك ان شاء الله كل التوفيق ليك احمد عداله وكل التوفيق لمنتخبنا الوطني التونسي نهار سبت مقابلتنا الثانيه نعاود نذكر ضد المنتخب المالي خلينا نكمل بمقابلات البارح ومقابلات اليوم بالنسبه للكان البارح كانت لعبت مقابلات الأخيرة من الجولة الأولى المغرب ربح تنزانيا 3-0 في الجروب F نفس المجموعة الكونغو ديمقراطية تعادل مع زامبيا 1-1 هذا بالنسبة للمقابلات البارح اليوم ندخل في الجولة الثانية اليوم أولى المقابلات بالنسبة للجولة الثانية من الجروب A غينيا الاستوائية مع غينيا بيساو مع ماضي 3-6 الكوديفوار نيجيريا أولى القمم بالنسبة لليوم و9 مصر غانا ثاني القمم من الجروب B مقابلات الجولة الثانية من مجموعات الكوب دافريك بالنسبة للكوب دافريك في الهوند نحكي على كان الهوند بسرعة نحكي على منتخبنا الوطني التونسي خاطر البارح لعب أولى مقابلاته ربح بنتيجة عريضة جدا 59-18 قدام المنتخب الكيني هنا نحكي على مقابلة تاع تدريبات لأكثر أقل مقابلة أخرى بشكون أنها ضد نيجيريا إن شاء الله في الجولة الثانية إن شاء الله نهار جمعة غدوة مع 7 متاع العشية في القاهرة إن شاء الله كل الحظ زادة السعيد والتوفيق لمنتخبنا في كرة اليد النشرة هذه وكل الأخبار موجودة على www.mosaicfm.net